كما كنت في جمهور جميل، كان واحد التجاوب مزيان ديال بصح اللي كنشكرهم، وكنشكرهم كاع على الاغاني اللي حافظينها معايا واللي دعموني وساندوني وتمنوا ديما يساندوني. انتصارات المغرب، عشان نقول لك انتصار المغرب شحال ما شكرناها كيكون القليل في حقها، لان انتصارات المغرب كتجمع الجمهور، كتجمع الفنان بالجمهور ديالو، كتقرب الجمهور مع الفنان، كتجمع الفنان العائلات كما كتشوف تبارك الله، عائلات دري صغار دري صغار، كتشوف كل جو عائلي. اتصالات المغرب عائلات هنا، والحمد لله صراحة هادشي اللي كديروا اتصالات المغرب خص جهات اخرين يديروا. الجديد هي أندير عليك داي 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 نغبر روحي يا عمري وانت زاي. ومرة جديدة هو أغنية ديال عيد الميلاد جوايو زانيفيرسير، جوايو زانيفيرسير، جوايو زانيفيرسير، سنة حلوة يا كامل. ما ديرش عليها، راك عارف خوك جاي هو هذاك. كنشكر جلالة الملك وكنتمناو له 25 سنة ديال عرض العرش المجيد. جلالة الملك هو الأب الروحي ديالنا، هو اللي جمع هاد المملكة المغربية من طنجة للكويرة. وكما كتشوف باش تشوف الحب المغاربة، أنايا كوني كنسكن في باريس كنشوف لي زيمي الجاليه، شوف غير اليوم المنتخب الوطني الاولمبي المغربي اللي لعب في الاولمبياد شنو دار، 40,000 متفرج، 40,000 مغربي، واللي برا اكثر من داخل. انا تعرف حب الوطن والناس والمغرب كيما كتسمعهم، حتى اللي ما حافظش من الجاليه اللي فرونسيزي بزاف، كعارف العربيه معنا معكله، حافظين ديك الله الوطن الملك، هذا هو الحب ديال المنتخب. رجعنا المنتخب، راك عارف المره اللي فاتت اللي داز عطيناهم، ما بغيناش الغلط، دابا صافي بقاونا دو ماتش دومي فينال ولا فينال، صافي جيبوا لنا لاكوب. حنا ماشي نقدر نوصلوا دومي فينال بقاو، لا حكا راه خصنا نجيبوا لاكوب، بقاونا دو ماتش ياك لا. تبارك الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.